بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 70 والخاص بمنهج السي سي ام بي راوتينج 300-101 مستوى الاحتراف في توجيه البيانات. شاهد، تعلم واستمتع. الفصل السابع، الشبكة الواسع، واللي راح نتكلم فيها عن الترابل بي والترابل بي اوفر ايثرنت والفريم ريلي. في هذا الفصل سوف نتكلم عن الشبكة الواسعة، والشبكة الواسعة هي شبكة تغطي مساحة جغرافية واسعة وبتكون تابعة لشركة الاتصالات، والهدف منها هو تقديم خدمات للعملاء المشتركين، والتي تتمثل في ثلاثة عناصر وهي ربط الفروع ببعضها البعض، اتصال الانترنت، وإدارة الخدمات. ويطلق على شركة الاتصالات اسم الـ ISP Internet Service Provider، وهو مصطلح يطلق على شركة الاتصالات، وكذلك يطلق على مؤسسات متعاقدة مع شركات الاتصالات لتسويق خدماتها للعملاء المشتركين معهم. الشبكة الواسعة تحتوي على الكثير من التقنيات والبروتوكولات، منها ما هو سلكي ومنها ما هو اللاسلكي، ومنها ما هو القديم ومنها ما هو الحديث. سوف نتكلم بإذن الله في ثلاثة فصول متتالية عن بعض من تقنيات الوان، وذلك بناء على منهج السي سي ام بي راوتينج فيما يتعلق بالوان. ففي هذا الفصل اللي هو الفصل السابع سوف نتكلم عن الترابل بي والترابل بي اوفر ايثرنت والفريم ريلي، والفصل الثامن سوف نتكلم عن الام بي ال اس، والفصل التاسع راح نتكلم عن الفي بي ان. بالنسبة للترابل بي والترابل بي اوفر ايثرنت والفريم ريلي، رغم انه هي مذكورة في البلو برينت او الملخص الخاص بمواضيع السي سي ام بي راوتينج، الا انه فعليا في المنهج مش مذكور في الكتاب الخاص بسيسكو، مش مذكورة هذه البروتوكولات، لانه تم دراستها في السي سي ان اي، وما في اي مواضيع جديدة فيما يتعلق فيها في منهج السي سي ام بي بهذه المواضيع، الا فيما تم التحدث فيه عن السي سي ام بي السي سي ان اي. لذلك راح ناخذها من باب المراجعه، وراح ناول الفيديو وراح نتكلم عنها في فيديو واحد اللي هو هذا الفيديو، الفيديو 70، وراح يعني راح ناخذ الشروحات الخاصه فيها من شروحات تكلمنا وشرحناها في منهج السي سي ان اي، وذلك بهدف المراجعه. بعد كذا التركيز حيكون على الام بي ال اس والفي بي ان، لان احنا تكلمنا عنهم في منهج السي سي ان اي لكن بشكل مختصر وتعريفي. هنا لا، راح نتعمق فيها بشكل اكبر، مش بشكل كامل، لان التعمق فيها بشكل كامل بيكون في مناهج اخرى زي السيرفيس بروفايدر، واللي هو مناهج السيرفيس بروفايدر، ولا لكن راح ناخذها بشكل متوسط في منهج السي سي ام بي راوتينج اند سويتشينج. الايثرنت في شبكات الوان، الايثرنت زي ما احنا عارفين هي شبكة، هي تقنية موجودة في الشبكات المحلية، ومن خلالها بتم استخدامها لربط الاجهزة مع بعضها البعض في داخل الشبكة المحلية. الايثرنت حققت كثير من التقدم ووصلت لعدد يعني ممتاز من ناحية كمية البيانات المرسلة، يعني سرعة البيانات المرسلة اللي ممكن يتم وتعمل في داخل شبكات الإيثرنت. وبسبب أن الإيثرنت كمان عامة وتحتوي على مجموعة من التقنيات التي تجعل الإيثرنت تقوم بمهمة نقل البيانات بشكل ممتاز، وطبعا بالإضافة زي ما ذكرنا أنها تدعم سرعات عالية، بدأت شركات الاتصالات تنتبه إلى الإيثرنت محاولة استغلاله في الشبكات الواسعة. فأصبح لدينا عملية مزج للإيثرنت مع بعض التقنيات في الموجودة في الشبكة الواسعة. فعندنا تقنية المترو، أو يطلق عليها المترو إيثرنت. إيش فكرتها؟ فكرتها هي تعني تطبيق الإيثرنت مع شبكة كيابل الألياف الضوئية السونت، وذلك على مستوى الشبكة الواسعة. كذلك عندنا أيضا دمج الإيثرنت مع البروتوكول الترابل بي، فينتج عنا ترابل بي أو إي، اختصار لبوينت تو بوينت أوفر إيثرنت، وفكرته هو تطبيق بروتوكول الإيثرنت مع الخطوط المستأجرة الليزد لاين، ومع بروتوكول نقل البيانات الذي يعمل
في داخل الخطوط المستأجرة اللي هي الليز لاين، اللي هو بروتوكول البوينت تو بوينت بروتوكول. الإيثرنت لها مستقبل واعد في عالم الشبكات الواسعة، هي تعتبر لسه جديدة في عالم الشبكات الواسعة، ولكن يتوقع لها أن تحقق نجاح في عالم الشبكات الواسعة كنوع من أنواع نقل البيانات والخدمات التي تعمل في داخل شبكات مزودي الخدمة اللي هي شركات الاتصالات. تطبيق التقنيات اللاسلكية في الشبكات الواسعة الوايرلس ان وان، هناك أماكن سواء في داخل المدينة الواحدة أو على مستوى الدولة كيابل الاتصالات لا تصل إليها كونها في أماكن بعيدة أو صعبة جغرافيا أو شبه خالية من السكان، مما يجعل شركة الاتصالات لا تمد إليها كيابل التليفون أو كيابل البيانات. وبالتالي عندما يكون لدينا موقع لا يحتوي على كيابل اتصالات ونريد ربطه بالمواقع الأخرى عن طريق الشبكة الواسعة، فالحل الذي سوف تقدمه شركة الاتصالات للعميل يتمثل في التقنية اللاسلكية الوايرلس، حيث يعتبر حل للوصول إلى الفروع التي لا تصل إليها كيابل التليفونات الأرضية. من أشهر أمثلة التقنيات اللاسلكية عندنا تقنية الفي سات، اختصار لفيري سمول أبرتشر تيرمينال. هذه ترمز إلى تقنية الساتلايت زي ما احنا شايفين أمامنا في المخطط، الساتلايت وفكرة الأقمار الصناعية، حيث يتم في كل فرع وضع طبق استقبال زي الدش بس خاص بالاتصال بالأقمار الصناعية الخاصة بنقل البيانات، ويتم من خلال القمر الصناعي ربط الفروع مع بعضها البعض ومن خلال شركة الاتصالات. هذا كحل. عندنا أيضا تقنية السولار 3G 4G، طبعا هي تقنية الشبكات المحمولة، بحيث أن الشبكات الخاصة بنقل الصوت الخاصة بأجهزة الجوال والشبكات المحمولة بيتم استخدامها أيضا حاليا في عملية نقل البيانات. عندنا كذلك تقنية المايكروويف، وهذه تقنية يتم تطبيقها، طبعا تقنية لاسلكية بيتم تطبيقها في عملية نقل البيانات، وتستطيع أن تنقل البيانات في الهواء لمسافات طويلة تصل حتى 70 كيلومتر في بعض الأنواع. هذه أشهر 3 تقنيات للشبكات، طبعا الشبكات اللاسلكية اللي ممكن يوفرها لنا مزود الخدمة للمواقع التي لا تصل إليها كيابل التليفونات وكيابل البيانات. اتكلمنا عن الخطوط المؤجرة اللي هي الليزد لاين بروتوكولز، وتكلمنا عن المعايير الموجودة فيها. الآن راح ننتقل ونتكلم عن البروتوكولات التي تعمل في داخل الخطوط المؤجرة. عندنا البروتوكول الأول اللي هو ال HDLC، اختصار ل High Level Data Link Control، وهذا البروتوكول هو يعتبر واحد من هو يعتبر فعليا أقدم بروتوكول يعمل في الليزد لاين. وهذا البروتوكول هو الديفولت التلقائي الذي يعمل في منافذ السيريال أو المتسلسلة في راوترات سيسكو، ويوجد إصدارين لهذا البروتوكول اللي هو ال HDLC. الإصدار الأول وهو الإصدار العام الذي يعمل مع جميع أنواع الراوترات باختلاف الشركات المصنعة، والمشكلة في هذا الإصدار أنه يتعامل مع راوتر بروتوكول واحد. فمثلا جميع الراوترات يجب أن تعمل ببروتوكول الـ IP اللي هو الإنترنت بروتوكول، أو تعمل بالـ IPX الخاص بشبكات نوفل أو بالأبل توك، أي يجب أن تكون موحدة من ناحية الراوتر بروتوكول. ولكن طبعا انه والله راوتر يعمل بالاي بي وراوتر يعمل بالاي بي اكس ما راح تزبط الموضوع وما راح يعمل بروتوكول ال HDLC. قامت سيسكو بعلاج هذه المشكله بالاصدار الثاني لل HDLC، حيث ان هذا الاصدار يتعامل مع الراوترات المختلفه من ناحيه الراوتر بروتوكول، بحيث قامت سيسكو باضافه حقل في داخل ال HDLC يتعرف على نوع الراوتد بروتوكولز المختلفة في الطبقة الثالثة ويعرف عنها. ولكن
طبعا مما يمكن من ان مثلا الراوتر يعمل ببروتوكول الاي بي وراوتر يعمل ببروتوكول الابل توك مثلا، كلاهما سوف يكونان قادران على الاتصال مع بعضهما البعض. ولكن هذا الاصدار الثاني للاتش دي ال سي المطور من سيسكو هو ملكية خاصة بسيسكو، لا يعمل الا على راوترات سيسكو، وجميع راوترات سيسكو المفعل عليها الاتش دي ال سي الاصدار الخاص بسيسكو، يعني منافذ السيريال اللي تكون موجودة على راوترات سيسكو بيكون مفعل عليها بروتوكول الاتش دي ال سي الخاص باصدار سيسكو مش الاصدار العام. طيب ال HDLC بيقوم بروتوكول ال HDLC بعملية تغليف للبيانات قبل إرسالها في الليز لاين، وعملية تغليف البيانات هي تعني إضافة هيدر رأس من البيانات ينقسم إلى حقول، وتحتوي الحقول على معلومات تساعد في إيصال البيانات المرسلة إلى وجهتها، ويتم تغليف البيانات إلى طبعا بالتالي لما يتم إضافة هيدر راح يتم تغليف البيانات إلى HDLC Frame، وذلك بإضافة ال HDLC Header والذي يتكون من 6 حقول وهي كالتالي. عندنا طبعا زي ما احنا شايفين هنا عندنا ال HDLC تبع الإصدار الأول اللي هو العام، وعندنا الملكية الخاصة بسيسكو، جميع الحقول متساوية ما عدا الحقل اللي هو الملكية الخاصة بسيسكو واللي بيطلق عليه تايب اللي بيبين نوع الراوتد بروتوكول المستخدم من خلال الراوتر تايب. احنا راح طبعا نفس زي ما احنا شايفين الحقول كلها متطابقة ما عدا زيادة حقل واحد في سيسكو، اذا راح نشرح الحقول الموجودة في سيسكو اتش دي ال سي وهي تطابق مع الحقول الموجودة في الاتش دي ال سي العام. عندنا الحقل الاول اللي هو الحقل فلاج، والحقل الفلاج هو حقل البداية وهو يبين بداية الاتش دي ال سي فريم. عندنا الحقل الثاني اللي هو حقل العنوان ادرس، وهو يحتوي على عنوان المرسل إليه هذه الفريم. الحقل الثالث اللي هو الكنترول، وحقل التحكم وهو للتحكم بعملية اتصال ال HDLC. الحقل الرابع واللي هو حقل خاص بسيسكو ويطلق عليه التايب، واللي فيه من خلاله يتم التعريف بالراوتد بروتوكول المستخدم في الطبقة الثالثة. عندنا بروتوكول، طبعا عندنا هذا حقل ما يعني ما يعتبر يعني نقدر نعتبره حقل، هو حقل البيانات المرسلة التاتا. عندنا حقل ال FCS وهي اختصار لفريم تشيك سيكونس، وهذا الحقل هو اللي من خلاله طبعا بيحتوي على قيمة تكون ناتجة عن عملية حسابية، هذه العملية الحسابية طبعا تكون ناتجة عن ايش؟ عن عملية حصل طبعا عملية حسابية حصلت على ال HDLC فريم، وتم وضع القيمة في داخل ال FCS، وبعد كده تم إرسال هذه الفريم بحيث الجهاز المستقبل لهذه الفريم ايش راح يسوي؟ راح يقوم بنفس بإجراء نفس العملية على ال HDLC فريم، والناتج راح يقارنه بالموجود في حقل ال FCS، وإذا كان متطابق فعنده راح يعرف أن الفريم سليمة، وإلا فراح يعرف إذا ما كان متطابق فراح يعرف أن الفريم فيها مشكلة فيتم عدم استلامها. طبعا إذا يعتبر حقل ال FCS هو حقل التأكد من صحة البيانات أو حقل فحص الأخطاء الموجودة في الفريم. بعد كده عندنا الحقل الأخير اللي هو فلاج، وهذا الحقل هو لكي يبين نهاية فريم ال HDLC. إذا عندنا 2 فلاج، الأول يبين بداية الفريم والحقل الثاني يبين نهاية الفريم. كان هذا هو بروتوكول ال HDLC. بروتوكول الثاني المستخدم في الليز لاين واللي هو بروتوكول نقطة لنقطة point to point بروتوكول، ويعتبر هذا البروتوكول هو تطوير لبروتوكول ال HDLC، وبأنه تطوير فإن ذلك يعني وجود خصائص غير موجودة في بروتوكول ال HDLC. يتكون بروتوكول الترابل بي من طبقتين فرعيتين، وهما عندنا طبقة أو بروتوكول يطلق عليه ال NCP اللي يختصر ب Network Control Protocol، ويتم من خلاله
يتم من خلاله تعريف بروتوكولات الطبقة الثالثة مثل الاي بي الاي بي اكس الابل توك. اذا البوينت تو بوينت طبعا اول شيء هو بروتوكول عام يعمل مع جميع انواع الراوترات، ومن خلال الان سي بي اصبح ايضا يعمل مع جميع انواع الراوتد بروتوكول. يعني اديني راوتر مثلا جينيبر يعمل ببروتوكول الابل توك، واعطيني مثلا راوتر اخر سيسكو يعمل بروتوكول الاي بي، الاثنين راح يتصلوا مع بعض بوينت تو بوينت طبيعي، ما راح تحصل مشكلة لان بروتوكول الترابل بي هو عام. بالاضافة الى ذلك هو يستطيع تعريف بروتوكولات الطبقة الثالثة الاي بي الاي بي اكس الابل توك من خلال بروتوكول التحكم بالشبكة. الطبقة الثانية الفرعية اللي هي ال سي بي اختصار للينك كنترول بروتوكول، حيث من خلالها يقوم بروتوكول الترابل بي بعدد من الأعمال وهي كالتالي: عندنا القيام بعملية التفاوض فيما بين الطرفين لكي يتم التوصل إلى أفضل إعدادات للخط. عندنا بعد كده عملية التحقق وهي تمكن من وضع كلمة سر فيما بين الراوترين بحيث لا يتم الاتصال فيما بين الراوترين إلا بعد التحقق من تطابق كلمة السر في كلا الراوترين. عندنا النقطة الثالثة، عندنا ضغط البيانات، حيث من خلال هذه الطبقة ومن خلال بروتوكول اللي راح تمكن بروتوكول الترابل بي من أن يقوم بضغط البيانات عند إرسالها، مما يقلل من حجمها وبالتالي الاستفادة أكثر من الخط الخاص أو الذي يربط فيما بين الراوترين. النقطة الرابعة واللي هي اكتشاف الأخطاء Error Detection، حيث من خلالها يتأكد الراوتر من صحة وسلامة البيانات وعدم احتوائها على أخطاء. عندنا النقطة الخامسة، دعم الوصلات المتعددة المالتي لينك، وهي خاصية تسمح بجمع أكثر من رابط كيبل لتعمل كرابط واحد لوجيكالي، وتوزيع جهد الإرسال اللود بالانس فيما بين هذه الخطوط. يعني ممكن من خلال الترابل بي يكون عندي اكثر من خط يربط فيما بيني وبين الراوتر الاخر، يتم استغلالهم كانهم يصبحوا خط واحد لوجيكالي، خط واحد هم ما فيزيكال هم اكثر من خط لكن لوجيكال راح يصبحوا خط واحد، ويتم توزيع جهد الارسال والاستقبال فيما بين هذه الخطوط. طبعا هذا راح يعطينا سرعة اعلى في عملية ارسال واستقبال البيانات. طبعا بسبب هذه النقاط الموجودة في بروتوكول الترابل بي واللي تعتبر متطورة مقارنة ببروتوكول ال HDLC، أصبح بروتوكول ال HDLC نادر الاستخدام وحل محله فعليا بروتوكول الترابل بي اللي هو رقم واحد في عالم الليز لاين أو الخطوط المؤجرة. الترابل بي اثنتيكيشن ميثودز، احنا ذكرنا احنا ممكن نقوم بوضع كلمة السر في طبعا في ضمن بروتوكول الترابل بي، بحيث ان الراوتر لما يجي يتصل مثلا بالراوتر الذي يقابله ما يتم العملية الا لما يحصل عملية توثيق وتأكد من ان هذا الراوتر اللي انا بتصل عليه هو الراوتر اللي مفروض فعلا اتصل عليه، مش راوتر مثلا يدعي او مزور او يعني تم وضعه بشكل غير شرعي مثلا. لا، اكون متأكد ان هذا هو الراوتر بالضبط اللي انا المفروض اتصل معاه. هذه ميزة موجودة في ترابل بي، ويوجد لدينا بروتوكولين يدعم استخدامهما الترابل بي وفي عملية الاثنتيكيشن، وهما عندنا رقم واحد الباب اختصار لـ Password Authentication Protocol، وهو أبسط أنواع الاثنتيكيشن، فهو عبارة عن إدخال اسم مستخدم زائدا كلمة السر وتمر من خلال الكيبل بنص واضح Clear Text، ويتم التحقق منها إذا كانت متطابقة فيتم الاتصال فيما بين الراوترين، وإذا لم تكن متطابقة فسوف لن يتم الاتصال. النوع الثاني اللي هو التشاب اختصار لتشالنج هاند تشيك اثنتيكيشن بروتوكول، وهو بروتوكول تحقق يتميز بعدم إرسال الاثنتيكيشن مباشرة، وإنما تقوم بقيمة مشفرة، وذلك يعود بالفائدة الأمنية من ناحية الأمان في حالة كان هناك شخص في المنتصف
وحصل على نسخة من الاثنتيكيشن فسوف يحصل عليها مشفرة، وبالتالي لا يستطيع أن يفهم ما هي كلمة السر المستخدمة فيما بين الراوترين. وبالتالي زي ما لاحظنا بروتوكول التشاب هو البروتوكول الأكثر أمانا من بروتوكول الباب، لأنه بيرسل كلمة السر واليوزر نيم بشكل مشفر. طيب نلقي نظرة على إعدادات الليست لاين كونفيجريشن، واللي هنا راح نتكلم عنه هو بروتوكول الترابل بي، او على فكرة بروتوكول اللي هو بروتوكول اخونا شو اسمه ال HTLC، ما بيفرق كثير. يعني هو راح تحط امر انكابسوليشن، الظاهر لا انا ما كتبته، راح تحط امر انكابسوليشن HTLC وانتهى الموضوع في كلا المسارين. طيب خلينا نلقي نظرة على الاعدادات، وطبعا لاحقا ان شاء الله هيكون لينا لاب راح ناخذ في بعض الاعدادات الخاصه بالبروتوكولات الواسعه. طبعا انت فعليا مطالب في سي سي ان اي 200 120، انت مطالب انك تفهم اعدادات بروتوكولين، بروتوكول الترابل بي وبروتوكول الفريم ريلي. طبعا اعدادات الفريم ريلي من ناحيه العميل، وكذلك تمام، وكذلك بروتوكول الترابل بي ايضا من ناحيه العميل، اما من ناحيه شركه الاتصالات لا انت مش مطالب فيها. فاذا احنا فعليا مطالبين لما نيجي نعمل اللابات بالترابل بي، ومطالبين بالفريم ريلي. طيب راح نلقي نظرة الان على الترابل بي. ندخل على الراوتر على مستوى الانترفيس اللي هو راح يكون متصل مع الراوتر الثاني، تمام، لان عملية الترابل بي اللي هي تعمل في داخل الليست لاين، وفكرة الليست لاين هي ضبط ربط راوترين مع بعضهم البعض بشكل مباشر. تمام، يعني بوينت تو بوينت، نقطة لنقطة. النقطة الأولى عندنا الراوتر واحد، والنقطة الثانية اللي هي راوتر اثنين. راح ندخل طبعا على الراوتر، نبدأ مثلا مع الراوتر واحد. راح ندخل على السيريال اللي هو 1.0، انترفيس سيريال سيرو سيريال 1.0، وفي المود الفرعي الخاص بالسيريال 1.0 راح نكتب الاي بي ادرس الخاص بهذا المنفذ، اللي راح يكون حسب المثال اللي لدينا هنا راح يكون 192.168.101، وقناع الشبكة لأنه سلاش 30 راح يكون 255.255.255.252. بعد كده راح نحدد الانكابسوليشن. هنا عندنا خيارين، يا إما ال HTLC يا إما الترابل بي، راح نختار الترابل بي. ممتاز. بعد كده راح نعطيه اسم، طبعا هنا المفروض يكون راوتر واحد. بعد كده لو حبينا نفعل خاصية الاثنتيكيشن فايش راح نكتب على مستوى الجلوبال مود؟ اول شيء راح نكتب يوزر نيم، ونعطيه ايش هو اسم الراوتر الثاني. مثلا الراوتر هنا كان بي، انا غلطت فيها، هي راوتر اثنين، تمام، بدل البي راح تكون اثنين. فراح اقول له اليوزر نيم هو راوتر اثنين، يعني الجهاز اللي موجود في الطرف الاخر واللي راح تتصل عليه راح يكون اسمه الراوتر اثنين، والكلمة السر راح تكون مشتركة فيما بين الطرفين راح تكون مثلا سيسكو. طبعا ممكن تكون اي كلمة سر اخرى، فهنا مثلا كتبنا ايش؟ سيسكو. بعد كذا راح ندخل على مرة مجددا على المنفذ سيريال 1.0 المتصل اللي يربط الموجود في الراوتر واحد والمتصل بالراوتر اثنين. وش راح نكتب؟ راح نكتب ترابل بي اثنتيكيشن. بعد كده عندنا خيارين، يا اما نكتب بروتوكول التشاب واللي راح يرسل كلمة السر مشفرة، او نكتب نختار بروتوكول الباب واللي راح يرسلها كلير تكست غير مشفرة، وينصح امنيا باختيار بروتوكول التشاب. شفتوا كيف الاعدادات سهلة؟ اذا مراجعة سريعة، راح ندخل نعطي اي بي ادرس، راح نحدد نوع الانكابسوليشن يا اما ترابل بي او اتش تي ال سي، انتهى الموضوع. بعد كذا راح نخرج من الراوتر، راح نحدد عملية الاثنتيكيشن اذا كان نبغى نسوي اثنتيكيشن. الاثنتيكيشن هنا مثلا انا لو على راوتر واحد راح اكتب يوزر نيم راوتر اثنين باسورد سيسكو. طب لو انا عند راوتر اثنين ايش راح اكتب؟ راح اكتب يوزر نيم راوتر واحد باسورد سيسكو، يعني ابعرف كل جهاز على اليوزر نيم او الراوتر اللي راح يتصل عليه في الطرف الاخر، لكن كلمة السر لازم اكون منتبه انها تكون راح تكون موحدة مع اختلاف اليوزر نيم.
طبعا اليوزر نيم زي ما قلنا كل راوتر راح نكتب اسم الراوتر الذي يقابله. لو كان كتبنا مثلا اسم هنا خطأ، مثلا كتبنا راوتر 3 واتضح ان هذا والله هو راوتر 2 مش راوتر 3، فراح تحصل عملية الاثنتيكيشن راح تفشل، وبالتالي ما راح يحصل اتصال. فلازم تكون اليوزر نيم متطابقة لاسم الراوتر الموجود في الطرف الآخر، والباسورد لازم تكون ايش متطابقة في كلا الطرفين. بعد كده راح ندخل ثاني مرة على المستوى الفرعي الخاص بالانترفيس سيريال 1.0، سواء في الراوتر 1 او الراوتر 2، وراح نكتب الامر بي بي اثنتيكيشن، ونختار بروتوكول الشاب او الباب كنوع لكي نطبق، لانه من غير هذه العملية اليوزر نيم والباسورد ما راح تطبق. لما نيجي نكتب هذا الامر معناته احنا طبقنا عملية الاثنتيكيشن في داخل بروتوكول الترابل بي، وحددنا البروتوكول اللي راح يتم اعتماده في عملية التحقق والاثنتيكيشن فيما بين الراوتر 1 والراوتر 2. التقنية الثانية في عملية ربط الفروع مع بعضها البعض وتبادل البيانات في الشبكة الواسعة، واللي هي بروتوكول تبديل الدوائر سيركت سويتشنج. السيركت سويتشنج وهي فكرتها كما ذكرنا مثل تقنية التليفون الأرضي، يتم فتح خط عند الطلب وإغلاق الخط عند انتهاء الطلب. البروتوكولات والتقنيات التي تعمل في هذه التقنية هي عندنا الطلب الهاتفي الدايل اب، ويعتبر أول تقنية وبروتوكول تعمل في طريقة تبديل الدوائر، وكذلك الاتصال بالإنترنت، وتعمل بسرعة 64 كيلو بايت، وتم تطويرها إلى الـ ISDN اللي هي الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة. وطبعا يعني التطوير الرئيسي اللي حصل من الدايل اب الى الاي اس دي ان، ان الشبكه الرقميه للخدمات المتكامله سمحت باستخدام خط التليفون كخط التليفون لاجراء المكالمات الخاصه بالتليفون الارضي، وكذلك لتصفح الانترنت معا في نفس الوقت وعلى نفس الخط. اما الدايل اب فالخط كان يا اما يتم استخدامه للمكالمات الهاتفيه او التصفح بالانترنت، ما كان ينفع يتم استخدامه في كلا يعني في كلا النوعين اللي هو المكالمات نقل الصوت الخاص بالمكالمات الصوتية ونقل البيانات الخاصة بالشبكة والخاصة بالبيانات. لدينا نوعين يعملان في ضمن الـ ISDN، عندنا البي ار اي اللي هي البيسك ريت انترفيس وهي مخصصة للأفراد، وعندنا البي ار اي البريمري ريت انترفيس وهي خاصة للشركات والمؤسسات، وتعمل تعمل بسرعتين، عندنا سرعة ال 64 كيلو بايت وعندنا سرعة ال 128 كيلو بايت. ال ISDN ويعتبر تطوير ل طبعا ال DSL اللي هي الخط المشترك الرقمي، يعتبر تطوير ال ISDN. و سرعة الـ DSL تبدأ من 128 كيلو بايت حتى 24,000 كيلو بايت. وتتواجد الـ DSL بعدد من الأنواع، من أشهرها وأهم هذه الأنواع عندنا الـ ADCL وهو خط الاشتراك الرقمي الغير متماثل، وهو كان للأفراد، وسرعة التنزيل فيه أعلى من سرعة الرفع، يعني سرعة الداونلود فيه أعلى من سرعة الأبلود. عندنا النوع الثاني اللي هو خط الاشتراك الرقمي المتماثل الـ SDSL، وهو خاص بالشركات وسرعة التنزيل والرفع فيه بتكون متساوية. عندنا النوع الثالث اللي هو الـ VDSL، خط الاشتراك الرقمي فائق السرعة، وهو يقدم أعلى سرعة لنقل البيانات، وسرعة التحميل والتنزيل فيه تكون مختلفة، فتصل إلى أن سرعة التنزيل يمكن توصل حتى 55 ميجا بايت، والأبلود بتوصل حتى 2.5 ميجا بايت. بروتوكولات تبديل الإطارات الباكيت سويتشنج بروتوكولز، وفكرتها مبنية على أساس مشاركة الخط الواحد
مع أكثر من مشترك، مما يقلل من تكلفة الاشتراك على المشتركين. وطبعا هذه الميزة جعلت هذا النوع هو الأكثر استخداما في ربط الفروع، لأنه بيقدم لي ميزتين. الميزة الأولى أنه خط دائم متصل، بخلاف تقنية السيركت سويتشنج اللي تعتمد على الطلب. ففي كل مرة يتم الطلب إرسال بيانات، كان يتم إنشاء الفيرجوال سيركت أو الدائرة الافتراضية، وبعد أن ينتهي عملية طلب إرسال وتنتهي عملية إرسال البيانات كان يتم قطع الفيرجوال سيركت. طبعا هذه العملية لما يكون عندنا بيانات كثيرة راح تكون الشبكة بطيئة، لكن مع الباكت سويتشنج لا، الخط يكون موجود، الفيرجوال سيركت الدائرة الافتراضية تكون موجودة ومبنية وتربط بينك وبين الطرف الآخر. ولان والخط طبعا مش لك لوحدك، انت مشترك فيه مع كذا مؤسسة، وبالتالي بيقدم لك سعر كويس وفي نفس الوقت سرعة كويسة في عملية نقل البيانات. وبالتالي طريقة الباكيت سويتشينج او تبطيل الاطارات هي الاكثر استخداما في عالم شبكات الوان. اول بروتوكول دعم العمل عن طريق الباكيت سويتشينج هو بروتوكول الاكس دوت 25. بعد كذا طبعا كان بيعمل بسرعة 48 ميجا كيلو بايت حتى 96 كيلو بايت. بعد كذا تم تطوير الـ X.25 إلى بروتوكول الـ ETM، وطبعا يعمل تميز الـ ETM أنه بيعمل ويدعم الخطوط اللي هي الـ T1 الخاصة بأمريكا، عندنا الـ E1 الخاصة بأوروبا، السونت الخاصة بالألياف الضوئية. وكان يقوم بعملية تغليف البيانات على شكل سل خلية، وبتكون هذه الخلية بحجم ثابت وهي 53 بايت، ما تتغير. يعني حتى لو كان مثلا البيانات اللي راح يتم إرسالها أقل من 53 بايت، بيتم ملء السل حتى تصل إلى حجم 53 بايت. بعد كذا تم تطوير بروتوكول الـ ETM إلى بروتوكول ترحيل أطر المعلومات اللي هو الفريم ريلي. وفعليا الفريم ريلي هو الأكثر انتشارا، لأنه هو الأكثر تطور من ناحية يعني كبروتوكول من بروتوكولات الباكيت سويتشينج. شاركت 3 شركات في عملية تطوير لبروتوكول الفريم ريلي، وهي عندنا شركة سيسكو، وعندنا شركة دي اي سي اللي هي ديجيتال اكويبمنت كوربوريشن اللي هي شركة المعدات الرقمية، هذا واختصارها. وعندنا شركة استراتكوم، وهذه 3 شركات قامت بالاتحاد معا وتطوير بروتوكول الفريم ريلي. يقوم بروتوكول الفريم ريلي بتغليف البيانات بإضافة معلومات خاصة فيه، وزي ما احنا شايفين فكرة، بس خلينا نشوف البيانات اللي هي بيتم إضافتها. طيب ممكن نكتبها كتابة. عندنا البيانات اللي بيتم فيها تغليف يعني الفريم الخاصة بالفريم ريلي، عندنا حقل البداية اللي هو الفلاج، وفكرته زي نفس الفكرة الموجودة في بروتوكول ال HTLC والترابل بي، وهي تبين بداية الفريم. الحقل الثاني وهو يطلق عليه ال Q9 أو 922 أدرس، Q.922 ادرس، وهو يتمثل في عنوان الجهاز المرسل اليه البيانات. طيب والعنوان المستخدم في الفريم ريلي هو الدي ال سي اي اللي احنا شايفينه امامنا، الدي ال سي اي. كل جهاز راوتر متصل بشبكة الفريم ريلي فهو متصل بفريم ريلي سويتش، وهذا السويتش يمتلك عنوان ويكون من 0 حتى 123، ويوجد أرقام تلسي محجوزة لأغراض خاصة. فالرقم 0 محجوز لكي تتخاطب سويتشات الفريم ريلي ببعضها البعض، وعندنا من 1 إلى 15، وعندنا من 1008 حتى 1018 محجوزة للاستخدام المستقبلي، وعندنا 1023 محجوزة للـ LMI. والأرقام اللي موجودة لدينا اللي بيتم استخدامها في داخل شبكات مزودي الخدمة، عندنا من 1019 حتى 1022، وتستخدم طبعا هذه عندنا عفوا من 1019 حتى 1022 محجوزة، بس محجوزة ليش؟ للإرسال المتعدد المالتي كاست،
وبالتالي المتبقي لدينا اللي هي في راح تستخدم في عنونة دوائر الاتصال في سويتشات الفريم ريلي عندنا من 16 حتى 1007. زي ما احنا شايفين مثلا لما نقول دلسي 102، كل جهاز راوتر لازم يتم عنونته بعنوان دلسي، تمام. وكذلك لما يجي يتصل مع الفريم ريلي سويتش لازم يكون ايضا بدلسي. يعني عندنا مثلا راوتر 4 رقم الدلسي نمبر 403، الفريم ريلي سويتش المتصل معاه في شبكة مزود الخدمة هو الدلسي 401. اذا عملية ارسال البيانات بتعتمد على الدلسي. خلينا نفترض ان راوتر واحد يريد ارسال بيانات مثلا الى راوتر 3، عندها الراوتر 4 اللي هو الدلسي 403 راح يكتب في خانة الكيو 922 ادرس في الفريم ريلي هيدر الدلسي 304. بعد كده راح يرسلها للفريم ريلي سويتش اللي هو متصل مع الراوتر 4 اللي هو صاحب الدلسي نمبر 401. الفريم ريلي سويتش راح ينظر في داخل عنوان المرسل اليه وراح يكتشف انه هو 304، فراح يرسلها الى الفريم ريلي سويتش المتصل مع الراوتر 3 اللي هو 302، و302 راح يرسلها الى الراوتر 3 صاحب الدلسي نمبر 304. طيب عندنا بعد كذا الحقل الثالث الخاص بالفريم ريلي هيدر واللي هو حقل الكنترول. حقل الكنترول او حقل التحكم، وهذا الحقل يتم استخدامه للتحكم في عملية الارسال. عندنا حقل يطلق عليه او خانة يطلق عليها الباندينج. الباندينج هي كلها كذا مع بعض باندينج، وهذا الحقل بيتم استخدامه لترتيب البيانات في داخل شبكة الفريم ريلي عند الحاجة. وعندنا حقل يطلق عليه ال N L P I D، طبعا هذا اختصار ل Network Level Protocol Identifier، ويستخدم للتعريف ببروتوكولات الطبقة الثالثة المستخدمة مثل هل هو مثلا بروتوكول الاي بي الاي بي اكس الابل توك، مما يجعل بروتوكول الفريم ريلي قادر على ان يتعامل مع جميع انواع الراوتد بروتوكولز المختلفة. يعني ممكن هذا الراوتر واحد يعمل ببروتوكول الاي بي، والراوتر ثلاثة بيعمل ببروتوكول الابل توك، راوتر اربعة بيعمل ببروتوكول مثلا الاي بي والاي بي والابل توك، وعندنا الاي بي اكس كلها راح تكون قادرة على الاتصال مع بعضها البعض عن طريق الفريم ريلي. وكمان الفريم ريلي لانه على فكرة هو بروتوكول عام مش ملكية لأي شركة، فبالتالي ممكن يكون الراوتر واحد سيسكو، راوتر ثلاثة هواوي، راوتر اربعة جينيبر، راوتر اثنين مثلا جينيبر. فالراوترات راح تكون قادرة على الاتصال مع البيانات، سواء كانت يعني قادرة على الاتصال مع بعضها البعض وتبادل البيانات، سواء كانت اسمه كراوترات مختلفة التصنيع او تستخدم راوتد بروتوكولز مختلف فيما بينها البين. الحقل السادس اللي راح يكون حقل البيانات التاتا واللي راح يحتوي على البيانات المراد ارسالها. عندنا الحقل السابع اللي يكون اللي هو حقل ال FCS، وهو حقل فحص الاخطاء الخاصة بالفريم بحيث يتم اجراء عملية حسابية على الفريم، وراح تظهر قيمة رقمية. القيمة الرقمية راح يتم وضعها في خانة ال FCS. بعد كذا راح يتم ارسال الفريم الى الديستنيشن. الديستنيشن راح يقوم باجراء نفس العملية الحسابية على الفريم، وراح يقارن القيمة اللي راح تكون كناتج مع القيمة الموجودة في خانة ال FCS. فاذا كانت متطابقة تم قبول الفريم، واذا كانت مختلفة سوف يتم رفض هذه الفريم. كانت هذه عندنا 8 حقول خاصة بالهيدر الخاص بالفريم ريلي. ننتقل إلى موضوع أشكال الربط في شبكة الفريم ريلي اللي هو الفريم ريلي نتورك تيبولوجي. يتم ربط الراوترات اللي هي راح تكون الفروع والفرع الرئيسي ببعضها البعض من خلال الوصلات الافتراضية الفيرجوال سيركت. ويوجد لدينا ثلاثة أنواع لأشكال الربط فيما بين الراوترات، وذلك بالشكل التالي. رقم واحد لدينا الربط الكامل الفول مش. الربط الكامل وهو عندنا هنا الصورة اللي احنا شايفينها، هذه صورة تمثل الفول مش أو الربط الكامل.
وهو كما نرى أن كل راوتر يملك اتصال مع الراوتر الآخر من خلال الفريم ريلي كلاود. مصطلح كلاود يعني السحاب، هذا بيطلق على شبكة شركة الاتصالات، ممكن تكون فريم ريلي كلاود، ممكن تكون اي تي ام كلاود، ممكن تكون وايرلس كلاود حسب التقنية اللي بتستخدمها مزود الخدمة. هنا عندنا طبعا راح تكون فريم ريلي كلاود، بحيث زي ما احنا شايفين انه كل راوتر سوف يتم تقسيم مثلا عندنا هنا 3 راوترات صح؟ كل راوتر من ال3 راوترات راح يتم تقسيم المنفذ الخاص فيه الى 3 منافذ وهمية، تمام؟ فيرجوال، وهذا النوع راح يعتبر الاغلى والاكثر تكلفة، لان انت عندك راح تقسم المنفذ صح الى 3 منافذ وهمية، كل منفذ راح يتصل براوتر، لكن انت راح تستأجر فيرجوال سيركت، دائرة افتراضية لكل منفذ من هذه المنافذ، بحيث الراوتر 3 يكون عنده اتصال مباشر مع الراوتر 1، وعفوا مش 3، راح يتم تقسيم كل منفذ من منافذ الراوتر الى منفذين صح؟ وكل منفذين راح نحتاج الى 2 فيرجوال سيركت، لان مثلا عندنا راوتر 3 حيتصل مع راوتر 2 وراح يتصل مع راوتر 1، راوتر 1 راح يحتاج ايضا تقسيمه الى منفذين مش الى 3، راح واحد يتصل مع الراوتر 2 وواحد يتصل مع راوتر 3 وهكذا. فنلاحظ ايش عندنا، نلاحظ ان كل راوتر متصل مع كلا الراوترين الاخرين بشكل مباشر. طبعا هذا النوع يعتبر الأغلى والأكثر تكلفة، لأنه كل وصلة افتراضية يتم الدفع في مقابلها اشتراك شهري أو سنوي إلى شركة الاتصالات اللي هي السيرفيس بروفايدر. عندنا النوع الثاني لعملية الربط اللي هو الربط الجزئي، البارتيال مش توبولوجي. والربط الجزئي وهو أن بعض الراوترات تملك اتصال مباشر مع الراوترات الأخرى، وبعضها يتصل بالراوترات من خلال راوتر آخر، وهذا النوع أقل تكلفة من الفول مش. زي ما احنا شايفين عندنا هذه الصورة هي تمثل الربط الجزئي، عندنا مثلا الراوتر 1 متصل مع جميع الراوترات اللي هي راوتر 2 راوتر 3 راوتر 4، الراوتر 3 مثلا متصل مباشرة بالراوتر 1 والراوتر 2 لكن لا يوجد اتصال بينه وبين الراوتر 4، اذا حب الراوتر 3 انه يكلم الراوتر 4 راح يتوجه الى الراوتر 1 ومن الراوتر 1 الى الراوتر 4. هذا يعتبر طبعا اقل تكلفة، لان انت بعض الراوترات حيكون ليها اتصال كامل، وبعض الراوترات حيكون ليها مثلا نصف اتصال او اتصال مع راوتر واحد مثلا. عندنا بعد كذا النوع الثالث اللي هو الرئيسي والفرعي، الهب انت سبوك توبولوجي، ويعتبر هذا النوع هو الاكثر انتشارا واستخداما، وذلك لانه الاقل تكلفة، وفكرته وجود راوتر رئيسي، وغالبا طبعا هو يكون الراوتر الموجود في الفرع الرئيسي للشركة، وهذا الراوتر بيتصل مع جميع الراوترات الموجودة في الفروع الأخرى، وأي راوتر يعني موجود في الفرعي في الفروع الأخرى يريد الاتصال براوتر فرعي آخر فسوف يمر من خلال الراوتر الرئيسي ومنه إلى الراوتر الفرعي. مثال عندنا هنا مثلا راوتر 2 يريد ارسال بيانات الى راوتر 3، فعند راح يرسل البيانات الى الراوتر 1، لان الراوتر 1 هو متصل بالراوتر 2 والراوتر 3، والراوتر 1 راح يقوم بارسال البيانات او الفريمز الى الراوتر 3. وهذا النوع طبعا فيه له مشكلة واحدة، انه لو تعطل الراوتر 1 او الخط الخاص بالراوتر 1 عن العمل لاي سبب، فإن ذلك يعني تعطل لكامل شبكة الفريم ريلي، بحيث الراوتر 1 توقف عن العمل، فإن الراوتر 2 وراوتر 3 أيضا سوف يكونون غير قادرين على الاتصال لا مع الراوتر 1 ولا مع بعضهما البعض. كذلك يجب أن يكون الهب اللي هو راح طبعا يطلق عليه الراوتر الرئيسي هب، والراوترات الموجودة في الفروع الأخرى راح يطلق عليها سبوك، تمام؟ الراوتر الهب اللي هو الراوتر الرئيسي لازم يكون هو صاحب الأعلى المواصفات ماديا كهاردوير، لأنه يقع على عاتق ربط الراوترات كلها ببعضها البعض في داخل شبكة الفريم ريلي. يعتبر هذا النوع الأكثر استخداما لأنه هو الأرخص، يعني أنت عندك مثلا هنا 3 راوترات راح تحتاج يعني خط لكل راوتر لكي يتصل مع باقي الراوترات، وطبعا هذه تعتبر ميزة، ما عدا طبعا الفرع الرئيسي راح تحتاج إلى خطين
لكي تتصل مع باقي الراوترات، وتعتبر أقل من ناحية عدد الفيرج والسيركت، يعني من ناحية عدد الدوائر الافتراضية تعتبر أقل، وبالتالي راح تدفع مقابل أقل لشركة الاتصالات في مقابل هذه الدوائر الافتراضية. إشارات بروتوكول ترحيل أطر المعلومات الفريم ريلي سيجنالينج، وهي الإشارات التي يتم استخدامها في داخل شبكة الفريم ريلي فيما بين سويتشات الفريم ريلي، حيث أنه عن طريق بروتوكول أو إشارة التراسل السيجنالينج فإنه يتم تبادل معلومات عن حالة المنافذ ومعلومات عن الشبكة، مثلا أنه تم إضافة دوائر جديدة فيرجوال سيركت نيو فيرجوال سيركت، أو ديليت حذف دوائر كانت موجودة، أو حصول عطل في إحدى الدوائر. يعني هذه السيجنالينج بيتم استخدامها فيما بين السويتشات الخاصة بالفريم ريلي لكي تخبر بعضها البعض بالتحديثات. وعندنا ثلاثة اللي هم طبعا كإشارات خاصة بالفريم ريلي سويتشز، وتعمل طبعا في فريم ريلي بروتوكولز. عندنا الـ ANCI ويطلق عليها T1617، ويطلق عليها أيضا اسم NXD. إذا شفت كلمة NXD أو T1617 أو الـ ANSI هي مفهومها كلها واحد، هي يعني ثلاثة ألقاب لإشارة إرسال واحدة. عندنا الـ ITU-T ويطلق عليه الـ Q.933 ويطلق عليه الـ ANXA، وعندنا النوع الثالث واللي هو الـ LMI. طيب كيف يتم تحديد البروتوكول المناسب؟ طبعا هذه مش مهمتنا احنا، بس راح نتعامل من ناحية الكاستمر، تمام، العميل. اما من ناحية مزود الخدمة فمش حتكون مهمتنا ايش هو تحديد بروتوكول التراسل. هم على فكرة لما نيجي نعمل اعدادات هم بيعطونا ورقة، تمام، او يرسلوننا ايميل يحتوي على اعدادات الفريم ريلي اللي راح نقوم بإدخالها على الراوترات، تمام، وراح يتم تحديد بروتوكول الإشارة. مثلا والله إن شركة الاتصالات بتستخدم الـ LMI، تمام، فراح ايش راح تسوي؟ راح تحدد لك ان الـ LMI هو المستخدم، وراح تكتب لك حتى صيغة الامر وكيفية كتابته في داخل الراوتر الموجود لديك، اذا كان سيسكو كيف تكتبه على طريقة سيسكو. انت بس راح تقوم بكتابة مثلا الـ LMI وتفعله فقط على الراوتر، بس انت لازم يكون عندك فكرة لما يوصلك مستند بالاعدادات وتشوف كلمة LMI، تشوف كلمة ITU ماينس تي، عندك الـ ANSI، بتكون عارف ايش معناها. هذه معناها اللي هي بروتوكولات هذه بروتوكولات إش... مش بروت... ايوه بروتوكولات اشارة، تعتبر اشارات، تمام، بيستخدمها زي ما قلنا سويتشات سيسكو، ممكن ايضا تستخدم السويتش مع الراوتر المتصل مع العميل لاخباره معلومة، وبالتالي تعتبر زي ما تقدر تقول انها هي اللي بيتم استخدامها في عملية التخاطب الاجهزة مع بعضها البعض في داخل شبكة الفريم ريلي. في عندنا معدل تمرير البيانات التاتا ريت ان فريم ريلي. احنا اتفقنا ان تقنية الفريم ريلي هي تابعة لتقنية ايش، او لعملية ايش، لعملية الباكيت سويتشنج. والباكيت سويتشنج طبعا فكرته ايش؟ فكرته ان يجعل مجموعة من العملاء يتشاركون في استخدام خط اتصال واحد. طبعا هذا راح يقلل التكلفة، ولان مبدأ عمل الفريم ريلي قائم على المشاركة، فإنه يتم زيادة السرعة في حال عدم الازدحام في الخط، وتصل إلى الحد الأدنى عند الازدحام. إيش هو الحد الأدنى اللي راح توصل عنده؟ اللي هو السرعة المتفق عليها مع شركة الاتصالات. يعني لما أجي أتفق أنا مع شركة الاتصالات على سرعة معينة، تمام، وتم الاتفاق عليها، خلاص الخط حتى لو مزدحم، يعني جميع الشركات المشتركة معايا في الخط دخلوا كلهم وبيستخدموا الخط معايا، تمام، فإذا راح أصل إلى الحد الأدنى اللي مش ممكن أنزل عليه، واللي هو سرعة اللي أنا متفق عليها مع شركة الاتصالات. طيب العملاء
أو المشتركين معي في الخط مثلا خلاص انتهى دواماتهم مثلا، أو أصبحوا غير لا يستخدمون الخط، عندها سرعتي راح تزداد. ليش؟ لأن الخط أصبح فارغ من المشتركين، فبالتالي سرعتي في عملية نقل البيانات راح تزداد. لكن هذه السرعة سرعة غير مضمونة، بحيث بعودة المتصلين إلى استخدام الخط فعندها سرعتي راح تعود مجددا إلى الحد الأدنى المتفق مع شركة الاتصالات. بسبب هذا الاختلاف في السرعات، تمام، أصبح لدينا 3 سرعات في الفريم ريلي، يطلق عليها معدل تمرير البيانات في الفريم ريلي، تاتا ريت ان فريم ريلي، وهي كالتالي: رقم 1 السي اي ار، وهي تعني السرعة المتفق عليها، وهي طبعا المتفق عليها فيما بين العميل وشركة الاتصالات، وهذه السرعة لا يمكن النزول عنها مهما كانت حالة الخط مزدحم، لأن هذه السرعة بيتم الدفع مقابلها مثلا بشكل شهري أو سنوي حسب الاتفاق. بعد كده عندنا المعدل الثاني اللي هو سرعة التدفق الزائد، والذي يرمز له ب بي سي. وطبعا هذه السرعة هي إذا كان الخط غير مزدحم، عندها من الممكن أن يتم زيادة السرعة إلى مرة ونصف عن المتفق عليه في سي آي آر. عندنا بعد كده سرعة النوع الثالث اللي هو سرعة الإفراط في الزيادة، اللي يرمز له بالبي إي، وفيها يتم زيادة السرعة إلى ضعف المتفق عليه في سي آي آر، وهذا يحدث عندما يكون الخط فارغ ولا يتم استخدامه. خلينا ناخذ مثال زي ما احنا شايفين هنا أمامنا، لكن أنا ممكن كمان أضرب مثال آخر. عندنا سرعة السي آي آر المتفق عليها، مثلا أنا اتفقت مع شركة الاتصالات على مثلا 512 كيلو بايت، تمام، هذه هي السرعة المتفق عليها اللي هي راح يرمز لها بـ سي آي آر، وهذه السرعة لا يمكن النزول عنها بأي حال من الأحوال. بعد كده والله مثلا أصبح المشتركين معايا، خلينا نفترض أنهم كانوا 10، 5 منهم خرجوا أو 6، تمام، فبالتالي أصبح الخط يعني فارغ، يعني مش فارغ لكن ما أصبح مزدحم. فممكن عندها يعني أصبح الخط أقل من النص يستخدموه فعليا، فعندها ممكن يتم راح يتم رفع معدل نقل البيانات إلى البي سي، تمام، البي سي اللي هي راح يتم ايش إضافة نصف إلى يعني إضافة النصف إلى السرعة المتفق عليها. عندي 512، إيش نصها؟ نصها راح يكون 256، صح؟ طيب 256 زائدا 700 512، إذا راح تكون السرعة 768 كيلو بايت، تم زيادة السرعة إلى يعني كزيادة نصف السرعة المتفق عليها بالإضافة إلى السرعة المتفق عليها، فأصبح عملية نقل البيانات عندي في الخط من 512 كيلو بايت أصبحت تعمل بسرعة 768 بايت، وهذه يطلق عليها البي سي أو سرعة التدفق الزائد. الآن خلينا نفترض أن الكل خرج من الخط وما بقى إلا أنا فقط اللي بستخدم الخط، أو شركتي هي اللي بتستخدم الخط، وجميع المشتركين خرجوا من استخدام الخط، خلينا نفترض ان دواماتهم انتهت، فبالتالي اصبح الخط فارغ، فعندها راح يتم زيادة السرعة الى الدبل، دبل المتفق عليه في السي اي ار. يعني عندي انا هنا 512، دبلها راح تكون راح تكون 1000، خليني امسح هاي لان الواحد شكله غلط، راح تكون السرعة هي 1024، دبل السرعة المتفق عليها اللي هي السي اي ار، اصبحت سرعة الخط 1024، وهذه بيرمز لها بالبي اي اللي هي سرعة الافراط في الزيادة، تمام. طبعا اذا بدأت الخطوط مثلا يعني الشركات اللي مشتركة معايا في الخط تعود الى العمل، فعندها راح ترجع السرعة الى سرعة التدفق الزائد
768. والله جميع الشركات دخلت في استخدام الخط. عندما راح أعود إلى الحد الأدنى المتفق عليه واللي هو السي اي ار، السرعة المتفق عليه، واللي راح تكون هنا في المثال 512. طبعا إذا كان تتم عملية نقل البيانات على مستوى السرعة بي سي أو بي اي، وحصل أثناء ذلك ازدحام في الخط، عندها سوف يتم حذف البيانات التي تم طبعا التي راح يتم إرسالها ضمن هذه السرعات، والتي تتعدى سرعة السي اي ار، وعلى الفريم ريلي إعادة إرسال هذه البيانات، ولكن ضمن السي اي ار أو ضمن السرعة المتفق عليها. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم، وحتى ألقاكم في الفيديو القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله.